السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعبتي إذا شرفتي قيماي غاية بدون ومسكين كذو برتين برامج شرطية ميل والبديد على ذلك جوكتين سودو هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا أسعبتي إذا قيماي غاية بدون ومسكين كذو برتين برامج شرطية ميل والبديد على ذلك جوكتين سودو هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا أسعبتي إذا قيماي غاية بدون ومسكين كذو برتين برامج شرطية ميل والبديد على ذلك جوكتين سودو هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومسكينك مسكين عاوي هذا غبرتين برامج التيلة ملو الدنيا على ذلك جوكتين سلوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دهرانا أوه رئيسة أميرة كحيكتا حاش علمية كحيكة دمانتين. السلام عليكم إلياس قاسم دمانتين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سود وهذا وانجعلا دادك هدان قف كميدا إنا انتان وجود خسي قاد غادو دادكو حسلينيو قدومي انت اعتقاند ميا قفان انت كل يوم فرنسا ايتين اسحبتي ذا الاتين شردير. وعليكم السلام محمد عبد العزيز زوفي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سود وهذا في ذوق الشرقري لو ذاك اسحبتينا يوتيوب كادات كو عصبتاي فتوشة ابوكر. سود وعليكم السلام احمد نور ضاعت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد ايوب اذيقنا سيدو كلا محمد يروان ديربي فوسي سيدو كلا حاجي سيدو كلا دمانتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سود وهذا في ذوق الشرقري لو ذاك اسحبتينا وركي وقدم بيه قرح مقالة مقدسة كدعي نوعها وضد أجارية سكيمت ندق إلى هذا أنت هو إلا وذاك دونا. سود وهذا في ذوق الشرقري لو ذاك اسحبتينا من أول بقى جبتين. وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود وهذا اسحبتي ذا قيمة غاية بض محمد غليف وكوجي ذا برام وكوجي ذا ليبان وكوجي ذا لما أنتوا إنه وذاك ذا. سود وهذا في ذوق الشرقري قرح مقالة مقدسة كدعي قرح قرد ويد مقالة بيد ما كدعي وين لو ذاك دونا ديارها وذا الصومالي اللي جي علي وقال سيدي وهرجيس أسعته وين لو ذاك روا عد سرة والله قد دوبي وزير كي حلك الله غاضي كونفور قلبيت أيضا وين لو ذاك روا وزير كي ورفافين تا مامل كونفور قلبيت وإساقنا عد سرة الله قد دوبي عد سرة إساقنا الله قد دوبي وتو حلك كواي أهيد سود وهذا في ذوق الشرقري لو ذاك اسحبتين انتاس يعني المامن انا وضان ميل قلو واكتي فرماج وضان قلو هو صعنا قدوم يا مركح السوسي مربو القصة علي لها وعن كوع السنة افرتاس قضب انا دي وعلي علي سين والديارة الرقيسة اللي قي علي هو ذا الصومالي صوق الشي ايو لبقى راح اوكاد عم بيدو اي مقالة مقدشو ايو الله قدو بي وزير كورفافين تا ايكون فرق البيت انت مدحوين اللفت جرين على الصين عدك امن لوكردن وقتها. سدوا هذا في ذوق الشرقري. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت قدبتي انت هذا ما يشتا جنب لما انتوا عن الله. السلام عليكم ورحمة الله وكوجي ذا محمد خليفة وكوجي ذا براد داس واي واحن كعرّي قف والبوة وجي ذا. لكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما سنت برادا اني ميل ام السعوديه ويكند واي ورحيسنا ادي اد ميل سعوديه ميش هذا اد وان كوب لابيا ان كوب لابيا محمد عبد الله فرماج وركه مغالده مقدسه اي سو غاري واي شيغيان ان هرت غبي هامبا محمد عبد الله فرماج او غوليستي غبي هامبا او غوليست ان ددك مغالده مقدسه او بدن او دغموين كان لا خريدني وحي نو شيغان في دوغ شيرغري بليز وحي نو شيغان إن محمد عبد الله فرماجو دوسك الصومالي وحيران صومالي ولي مصومرين الله ونحريستي محمد سياد بره جنفر دوسة الله جي جيسي أفريك أنا جيسي صومالي وما غانو جيسي أفريك وما غاني إني صومالي ودمسي الشيء ودقالك السعودان عيدا جيسي إلهي كسكو محمد عبد الله وحاس كلاها محمد سياد بره اسكلاها إلهي جنفر دوسة جي قبرك أنا الله واسي أنا دانا دان يرضي أنكر راح يزن دولديس وودو عيننا سالسالنا waxay ku leeyihiin dadka magaalada muqdisho degan weli maxamed siyaad barso u dhintay madaxweyne soo noqday male laakiin dadku waxay leeyihiin madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo confirm waa soo noqonaya maxay yeelay waxyaabo aan la arag kuwi ka horreeyay ayuu ku guuleystay hadday amni ahaan lahayd baruurka iblis hadday dhaqaale ahaan lahayd waxaad maqlayseen maxamed abdullahi farmaajo inuu daacadiye waxaa ka mid ah markuu yiri dowladdeeda maanta meeshaani joogta ma joogi lahayn هدي كورونا فيروس ودون كدلاء إلهين الله من حارس إنجنيري سون ودمان لهم قد بديس وده يستنوم لهنا ده كقارة وعلي إني كان عظم وعنو الشيء وعبكم الجنان
marka qof walba waa ku xasuusina madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu sheegay dowladdiisa maanta halkaan inaysan joognaan lahayn dhaqaale haddii ahaan lahayn ciidanka lacagta loo badiya ahaan lahayn dalka sida uu yahay wadooyinka jajaban wadooyinka xiran inay labadaas ciladba ay ku dhacday coronavirus adduun ka dhacay iyo allahu naxariisto injineeriyadiisu oo dhintay labadaas dowladda nabadii nool aniga waana ogahay allahu naxariiste yariisu dowladda inuu halbowl ahaa wallahi hadday af ahaan lahayd hadday ciidan ahaan lahayd hadday aqli ahaan lahayd hadday shaqo ahaan lahayd hadday amni ahaan lahayd intaba wallahi waa wada allahu naxariisto waanaga hooseeya jana firdowse allah geey aan marka shaqada sii galo dadku waxay ku leeyihiin marka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa ka mid a in dalkan doorashadiisii loo dareeriyo agoosto oo maanta guddi madaxa bannaan oo doorasho xalim yareyna waaba hadashaba bliis waxaan ka codsanna fiidooga kun gaarsiiye soo raalaad fiidooga kun gaarsiiye boqolkiina wada sheergaray xalim yare horta waxay tiri mid ogaaday tiri waxaan waxaa aniga wata maahay tiri waxuu farmaajo wata maaha waxay dowladda wadata maaha waraysigay bixisay waad arkaysayna umalayna halay qofkaa ribinna waa usheegana qofkaa ribinna waa utusana aduu ilahay intaan kaa tusana inta ayaan kaa tusana aduu ilahay waxay sheegtay in xalimiyaday ayaa wadatay aa la dhihinay tiri xalimiyaday guddigeeda waa guddii la magacaabay waxay iyada keensatay soo aruursatay maaha rayadiis waxayna sheegtay maadaama dowladdu ay madax banaansay inay iyada shaqadeeda qabato shaqada ay wax ku qaban kartana loo yeelay hadda aniga ninaa iyimid cuyrniyo gurigaas in ay dhistaanaba ma diyaaranin maxaan kaaga dhisanaa sidaas qaabkaas hoosna baqaaro korna dabaq meeqa baqaaro saddex waa qiimeenay dhag lacagti waxaanana intaasaa lacag ku dhisanay gurigeen maalin walbana joornaanti intaasa ka harimna maalintii inaa $100 joornaantina sii siiso gurigeena waa dhisanaa da heshiiska waa dhacay guriga ninka siro waa loogu dhisaa marrakiiga dhiis xalimiyare iyada doorasho siay ku qaban kartay sheegtay waxba ma laga qaban karo agoosta noo balan dowladdan waxay noqotay dowladda ku guulaysatay in loo madax baneeyo guddiga doorashooyinka oo faraa laga qaado madaxweynihii ra-iisul wasaarihi ee remuudkoodii abrugiiriis oo aan leyn waxaa sameyn nabadii nool horan waynu kugu sheegay laba sano oo loogu daro dowladdii dalka iyo soomaaliya oo dhan iyo maca kuwa kursiga ordaya waa anficilayd laakiin waa laga diiday dowladduna way ogolaatay xalimiyari laakiin waxay tiri aniga waxaan u baahanahay agoosto in la gaarsiiyo si aan u dhammaystiro shaqadeeda soomaaliya baarlamaanka u madax baneeyay sac u yiri cid ka bedeli karta iyo cid diidi karta iyo cid intay timaado mooshi ka keeni karta ma jirto maxaa yeelay waa loo madax baneeyay aniga ninkii gurigaan ii dhisiri laba joys uu leeyay ilaa inta beri aan usoo shaqeynay lacagtii aan ku balanay waa laga jaraya waa na siinaya gurigiisina isaa isku qaba intaas lacagtii gashay isaa isku qaba shaqo kuma leyi jooji haduu yiraha warayaris aqli aa la rabaa mugta laakiin lacagtiina soo celi gurigaana hooska gee aqli shaqeynaya sharci adduuniya sharci muslima midna maa warugeeris marka xalimyare baarlamaanka lagu soo celiyo fiidooga sheergaray xalimyare baarlamaanka lagu soo celiyo cod ha loo qaado codkeeda hala diida xagee ka shaqeysaa meel ka shaqeysa ma jirto meel ay ka shaqeyso ma jirto marka horaa la dhiilaha waxaad noola timaado kaa fiireena marka horaa la dhiilaha ma la dhihin waa madax banaanta nio gurigaan adaa dhisaaya injineerkii adiga waaye aniga wixii qarashi i weydii meeshaas tag inta wax arad ka soo qaado aw nimankii baabuurta nimankan waa lambarkoodu haystaa dhagaxaan dalba caragalb oo loo madax baneeyay isagaa marka iskale wixii dileyda oo gurigaas lagu dhisi waayo isagaa iskale iyo hadday shaqaalaha iman waaya laakiin xalimyarey baarlamaan soomaaliya doortay baarlamaan soomaaliya u ogolaaday marka dadka magaalada muqdisho waxay ku leeyihiin madaxweyne waaba joogayaa farmaajo maj war maxaa dhacay farmaajo joogayaa mabaxay miya maye mabaxay hay farmaajo waa kaas sharciyo la yimi nin degan waaye cidna ma qasbayo cidna ma jiijiidayo sharci in lagu kala baxo waa ogolya sharci in lagu kala baxo ogolya doorashadiis isaga laftigiis 8 February inay ugu dhamaato waa ogya 8 February farmaajo inay waqtiga ka dhamaaday waa ogya laakiin maxuu ka bedeli karaa waxuu ka bedeli karo wax uu ka bedeli karo maleh farmaajo 8 waxaa noo balama 21 August ayaa noo balama waa diyaar waa ku qasbaya inuu yimaado ma wuxuu leeyay may ma dhihi karo rogeedis xalimyare marka dadka qabsanaya ee ku dhegdhegan kii xildhibaankii Puntland uu caynayay gabar dumara oo xildhibaan Puntland caynayay aniga horeyn kugu sheegay ragga Puntland ka ah xilalka waa ragba aan waxba ahayn rag waxaaba ahaynba haaf dumar nin dumar caynaya haddaad aragto mas-uul oo ku dhahay xildhibaanana miidi intu soo istaago gabar soomaaliyeed caynaya haddaad aragto
أنا حليم يري هوي الصومالية دو قبيل إيه وحبك دافئ من وحلينا شغفي أنا هيسا هرب سعالين شغفي أنا هيسا هرب سعادة إيه مغلس وأنا كود عيني لأن يرد الصومالية دو إيه داونس إيه كو وري فيديو غشير غري فيديو غشير غري هرت ما بهرد سيم بهرد أكو جرتي بهرد وحان رمنا دادك واحد نوصل شغلنا إني سو قدبين أنا وحان قدومي أسرع قلك بلشة قرحي دي مقالة مقدش قابك ودعي وإني سوى ذا دك دقنين فيديو غشير غري بايد نبان قرح أكد عاي شن قفوضة كل ما تي ميل مقايدة أيكو آسين أو عيدا جكبوين تقود أدو شن تقفوض بوا الشعب عيدا كميشك أقدوا هل قفا فرك قاري سيدا لأي شاقي أما سيدا إيه حقي جيان قب دد قب جوغي يالو كسوغان مغالا دا باي أو ميشو قرح وكاد عايا الحمد لله سيدا إيه ربين مدعين مقايدة وحا اسكو قتماد سيدا لأي شاقي وغي يران وغي يران سيدا تقفوض تضوات تقفوض اسكو قتماد وميل عيدا أدو وميلي دلنيرده اي ددك اي حافظه او دوي فديستان الحمد لله الحمد لله الى ما ديسكله ان شق فوت كو دمت لكن سدا يك ربين ما هين يك وي ربين ان باي دبا لكل غرم واي ددك اي ميدك ديق ان لكل غرم واي او ويران 200 قفود كو دمت ميشاس لكن الحمد لله الى ما ديسكله الى ما ديسكله ولا غوليستي ان انت في جنان عيدنك اي كو تيمد وحن لاي او سي دير جلنيا مامل كونفر قلبيت adoo waan ku soo socdaa adoo ma jiifo hurdada laga kaco halaga hortago bay dhawo intaas oo dhan ciidamadu way dadaalayeen waan uga mahadcelinay wax waa dhacayaan dad waa dhimanayaan dalku wali seef ma laakiin wali hal dadaal wali hal dadaal halkaasan bay dhawo u gudbayaa duu ilaahay raad fiidiyowga share garee maxamed oo maasantay axmed oo maasantay fiidiyowga share garee dadku way hurdayaan dadku way hurdayaan ma rabaa inay share gareen waa farmaajo markay maqlaan oo carriyaan adoo farmaajo hadduu adigu ku dhibay anagu ku raaxaysana anagu waa ku raaxaysana waxaan is soo wadaa muuqaal wasiirka warfaafinta laga duubay oo codsira marka dhageysta waxaa la ii sheegay wasiirka in ninka codka ka duubay oo dadkan degelay mirifly ibraahim bulshada ku jira laakiin mar dhow aan magaciisa in la wadaagi doono dadku labay sheegayaan laakiin anigu ma dhihi karo nin aan ahayn hadda iraado waa isaga aniga adar sharafteydii magacayga kuma jirto dadkaas kale dad iska soo gal hadda waxaan arkayay gabadhii cayni qofka muuqaal ka duubay hebel deeyow waa ay dhahayeen mid aan marka soo galay nin saaxiibkiisu wuxuu yiri la marka iga soo wac la marka ninkuu saartay ilaan sawir waa la saari karaa moogta sawirka ninkuu saaray deeyow isoo wuxuu yiri wajidin deeyow isoo wacay qaabkii uu gabadh uga duuban ka wareysanaya warkii dhihiis marka waxa waaye waa inaan sharaf rabin waa inaan magac rabin waa inaan weji lahayn waa inaan nin islaamiyeed wax ku raadinay waa inaan nin islaamiyeed rabo yuub inuu ka tuubto waxaadana ogeyn waa ku aakhiri gelisaa waxa markay dadku isku wada raacaan wakaali karta laakiin wax aan la hubin weligaa ku degdegin marka ninkan codka ninka ka duubay labada nin oo ka duubtay labada nin oo digli mirifle ee baraha bulshada isticmaalay inay yihiin anigu ma ogi laakiin qaar ka mid ah dad soo qoriyay hebel ka duubay marka waa lagu gargartoo marka codka ninkan laga duubtay madaxweyne left green ayaa loo geeyey warkayga dhegaysta madaxweyne left green adag joos kale helay lacagtaasaa bixinaysa lacagta cadadeeda ma hin lacagtaasa bixina saayali codkaasan kuwa hayna wasiirka warfaafinta uu sheegay marka lacagta miiska saar codka waa lagu siinayaa qofkaasan caddayntaas ku filan dhagayso kabacdina adig kuu taala anaga laakiin miiska lacagta noo saar marka ninka wuu gatay soomaaliya ogaada soomaaliya ogaada aniga uu khadiija diiriya haddaan waco oo ii sheegto ay tiraahdo kayrad sidaasu damacsan yahay oo codkeedii la wada yaqaan codkeedii la wada yaqaan ra-iisul wasaare cas al kheyr inta u tagaa iraahdo afar milyan isii afar milyan afar milyan isii codkaasan ku hayaa cod lagu wuridi rabo oo wasiirada hadda kuu shirayaan oo maalinta khamiistaana uu shir dhici doono aad ogaan doonti afar milyan isii oo ku siinaya urhiis marka waxaan rabaa inaan dadku ishido codkaasi waa la gatay saaxiibkay wasiirka warfaafintan waxaan leeyahay horta intaas dhib a kugu filnaado bal ila dhegeystaan mar Thank you.